مشاهدينا الكرام، عدنا لكم مرة أخرى وبينضم لينا دكتور عماد مهنا أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا وسهلا اهلا بسيادتك. بك يا أهلا دكتور صباح وسهلا. الخير. الحقيقة يا فندم، طبعا كلنا في انتظار هذا الحدث العظيم طبعا. العظيم، لكن أنا الحقيقة يعني سمعت لك لقاءات يمكن بالأمس في أحد القنوات الفضائية، إن حضرتك بتقول لما مصر بتعمق علاقاتها بدول أخرى، ولا خد على سبيل المثال روسيا مثلا، فمن لما يجي حد بيعتدي على مصر هو كأنه اعتدى على مصالح روسيا، فبالتالي مصر بعلاقتها المتعددة وعلاقاتها الاقتصادية المتعددة هي بتضمن لها بتخلق أيضا. ما يسمى بالدرع الدبلوماسي. أيوة هو ده طبعا الفكره كلها من محور قناه السويس، لو يسمح لي سياده اللواء. طبعا محور قناه السويس لو نرجع ورا لثوره 23 يوليو واللي بداوا الزعيم عبد الناصر من تنميه ليس فقط في محور قناه السويس ولكن على المستوى الاقتصادي بشكل عام، ما يقرب من 1600 مصنع. القطاع العام اللي هو كان ذراع وظهر مصر في هذه المرحله ويمكن ساند مصر في 1973 في الحرب ضد إسرائيل. الحقيقة محور قناة السويس بيعتبر دايما أحد المحاور الأساسية في تنمية الاقتصاد المصري، يمكن ساهم في فترة الرئيس عبد الناصر في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بعد العدوان الثلاثي وتأميمها في 56، ساهم في ازدياد معدلات الاستثمار من 5% إلى 17% بحلول 58-59، ويمكن حتى بعد النكسة في 67 بدأنا نشوف مع اكتمال السد العالي 1968 شفنا أحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم بتقرير البنك الدولي 6.9 سنة 1969، وفائض في الموازنة 250 مليون دولار بيعادل النهاردة 7 مليار دولار في الموازنة العامة. فهي فكرة الاستثمار بشكل عام من محور قناة السويس ده من الناحية الاقتصادية له ميزة. بالنسبة لمحور قناة السويس يمكن سيادة اللي هو يعني طبعا أكثر علما فيها، اللي هو ما يسمى بالدرع البشري، خلق مناطق عمرانية في هذه المنطقة، بيسد بالنسبة لي الجبهة الشرقية اللي دايما بتسبب لي مشاكل أمنية أو حتى قانونية من ناحية تهريب السلاح وتهريب المخدرات وأي عداءات أخرى سواء كانت إرهابية أو غيرها. المهم جدا في محور قناه السويس ان احنا بننظر الى ما يسمى بالدرع الدبلوماسي، ودي كانت فكره نقل العاصمه السياسيه في هذا الاتجاه. نقل العاصمه السياسيه في هذا الاتجاه انا بتكلم على 193 سفاره، بتكلم على 400 نقابه ومؤسسه، كافه مؤسسات الامم المتحده حوالي 60 موقع، الجامعه العربيه بكافه فروعها في هذا النطاق بيسد بالنسبه لي الجبهه الشرقيه، فبالتالي بيخلي اي معتدي على مصر من الناحيه الشرقيه بيفكر مليون مره لانه هنا بيعادل العالم كله. الجزئيه اللي حضرتك بتشيري فيها اللي هو الدرع الاقتصادي الدبلوماسي، وهنا مع خلق اهتمامات للعالم الخارجي في هذه المنطقه بتصبح لهذه الدول اهتمامات. لو خدنا المثال ده وحاولنا نوازي بينه وبين مثال سويسرا، سويسرا رغم ان هي ليست عضو في منظمه الامم المتحده الا انها بتحظى باهتمام العالم كله نتيجه الوضع البنكي. فإن العالم كله له اهتمام في هذه المنطقة، وبالتالي أي اعتداء على سويسرا بيمثل اعتداء على العالم كله، فبالتالي الدخل كان يقال دايما على سويسرا بين بنك وبنك بنك بالظبط. فهي النهاردة لما يكون عندي منطقة حرة روسية ومنطقة حرة صينية، 42 مشروع قومي كبير ما بين أنفاق وطرق ومناطق صناعية ثقيلة، النهاردة بنتكلم على استثمارات روسيا البيضاء، روسيا الاتحادية، الصين، ألمانيا، كوريا، هذه الدول ستمثل بالنسبة لمصر درع دبلوماسي يعيق أي اعتداء على مصر من الناحية الشرقية، لأن لهم مصالح في هذه المنطقة، وده اللي قاله السيد الرئيس بنخلق أو بنقدم للعالم هدية. لأن النهاردة الصناعات في الشرق الأوسط لما يجي يصدر لأوروبا بتكلفه نقل، النهاردة لما يقدر يصنع في محور قناة السويس ويصدر لأوروبا لأن مصر هي مركز الثلاث قارات، وده إعادة لطريق الحرير القديم. فهنا سيناء بتكون هب للتجارة العالمية بديل لهونج كونج اللي المفروض كنا بدأنا فيه سنة 1990 بعد ما هونج كونج رجعت للصين، لكن النهارده سيناء لأنه بعد رجوع هونج كونج للصين سنة 1990 ما أصبحش للعالم في منطقة مركزية للتجارة، فسيناء هي المنطقة الأفضل طبعا بتتمتع بموقعها بين الثلاث قارات بالإضافة إلى قناة السويس. وطبعا أحد المشاريع الموجودة حوالي 50 كيلومتر من المواني الموجودة على المحور. طيب هنعود بيتم على ثلاث مراحل. دكتور عماد هنعود ليك مرة أخرى، ولكن وتحديدا في موضوع الطريق الحريري ده، ولكن ست اللواء علاء عز الدين، يعني عايزة أسأل حضرتك، طبعا هو التاريخ دايما بيكون متصل،
يعني شوف حضرتك تأميم قناة السويس دي أحد بعد ثورة المراحل الفارقة في تاريخ مصر. طبعا ان احنا نوصل لغاية دلوقتي ان احنا بنعمل قناة سويس جديدة. عايزة اقول لحضرتك كانت رؤية استراتيجية قوية جدا لتأميم قناة السويس، لان تأميم قناة السويس كان بيعني لمصر خروج من كبوة اقتصادية. حضرتك تكلمنا عن هذا الموضوع وان هو كان من اهم نتائج ان احنا يعني بعد ثورة 23 يوليو كان من اهم المحطات هي التأمين. الحقيقة غير كمان الخروج من الكبوة الاقتصادية، عودة السيادة السيادة. والهيبة لمصر. كان معروف أن الغرب لن يترك قناة السويس مهما قيل من اتفاقيات أو لكن كان لن يتركها إلا زي ما اتقال كده في الفيلم بتاع مصر 56 ترعة خربانة يعني. وبالتالي كان هذا القرار صائب، بيعيد الحق للمصريين، بيعطي رسالة للعالم أن المصريين عندما يريدون تحقيق هدف يستطيعوا، لأن إدارة قناة السويس كان بالنسبة للغرب لا يتخيلوا أن مصر قادرة على هذه الإدارة وبالنجاح اللي تم. كان الكل متخيل أنها مغامرة فاشلة، لكن ثبت نجاح هذه هذا الإجراء. الحقيقة إدى مصر أمل. طبعا كان هذا التأميم أيضا اللبنة الأولى في بناء قناة، بناء السد العالي. فتأميم القناة مع بناء السد العالي مع الروح القومية اللي تولدت للشعب المصري، إن كان، وده نقدر نقول كان أول هدف بعد الثورة الشعب المصري ينجح فيه بشكل مباشر. تمام. هذا التأميم أكد للشعب المصري إنه لما ينوي على اتخاذ إجراء يحقق مصالحه الوطنية يقدر ان هو يعمل هذا الامر. طيب، مع مراحل استلام مصر لقناة السويس وتطويرها على مدار ادارتها من 56 حتى قناة السويس الجديدة، كان في عمليات تطوير مستمرة للقناة بتتواكب مع حركة الملاحة العالمية. لكن القناة الجديدة اللي هي ان شاء الله تفتتح في 6/8 بتدي اضافة ازيد مما احنا معتادين، مش مسألة تعميق مجرى أو توسيع أو لا، دي بتوفر. طبعا هذا الكلام أصبح معروف للكل، توفر في زمن الرحلة وتوفر في كذا وتستوعب ناقلات أكثر، حمولات وهكذا. طيب، في من ضمن مفاهيم الأمن القومي القدرة على التأثير في البيئة العالمية والإقليمية. تمام. هذه القناة أثرت، يعني قبل قناة السويس ما تتحفر كان مفيش تأثير يذكر زي ما بعد ما تم حفر قناة السويس. طبعا أصبحت ممر عالمي، ممر ملاحي هام محدش يقدر يستغنى عنه، فأصبح لمصر دور في التجارة العالمية وأصبحت مؤثرة في العالم كله. هذا التطوير اللي بيتم اللي هو القناة الجديدة أصبحت مصر أكثر تأثيرا مع ربطها بالمصالح الاقتصادية للدول العظمى أو الكبرى دول العالم، وبالتالي خلق لدينا ما يسمى بالدرع الاقتصادي الدبلوماسي. الشيء الآخر إن قناة السويس مش هتعمر من ناحية الغرب، لا الإقليم يعني، ده غرب وشرق. تمام. فسيناء هيخلق فيها مجتمعات جديدة، هتستغل الثروات اللي فيها، يخلق تجمعات بشرية تبقى حائط سد يساعد القوات المسلحة في الدفاع عن هذا الاتجاه، أشياء كثيرة جدا. طبعا بالإضافة بقى لتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة وارتفاع معدل النمو، حاجات كثيرة. لكن الأهم، أنا عايز أقول حاجة بقى، هذه القناة المفترض إن إحنا إن شاء الله بعد ما تفتتح نقدر كشعب نستفيد من هذا الأمر بدل ما نستنى المعونات. لا، صحيح نشتغل، نشتغل ونقف ورا رئيس الجمهورية اللي هو بيحلم وبيتمنى وبياخد إجراءات لكن ما يعرفش ينفذ لوحده. أكيد لازم الشعب المصري يكون كلنا وراه على قلب رجل واحد كما يعني يقال. يعني لازم كلنا كإعلام أو نأكد على هذه التوعية أن لابد من العمل، لأن مهما تتفتح مشروعات قومية بدون عمل بنفس معدل الأداء القديم لن نتقدم خطوة إلا. خليني ارجع دكتور عماد. طبعا هو الطريق الحريري ده اللي هو كان المفروض ان هي يعني هي هيساهم في مثلا في عزل الولايات المتحده عن العالم بشكل معين، او كان هيبقى هدفه هي الفكره كلها ربط اسيا بافريقيا، اسيا بافريقيا. اسيا بافريقيا طبعا زي ما اشار سياده اللواء،
قناة السويس أدت الحقيقة أدت مصر بعد استراتيجي وأمني قوي جدا وسيادة على المنطقة، لأنها بتتحكم لو بصينا على مزايا قناة السويس وإيه مقارنتها بالنسبة للممرات العالمية الأخرى، هنعرف قد إيه قناة السويس بتعتبر مهمة ليس لمصر فقط ولكن بالنسبة للعالم. طبعا الوضع الحالي إنه قناة السويس بتستقبل 12% من حجم التجارة العالمية و20% أو 22% من حجم الحاويات على مستوى العالم. هنا المنافسين ليها أربعة: البحر الشمال اللي بيربط ما بين آسيا وإفريقيا في الشمال في ناحية المتجمد، في عندنا الشرق الأقصى من قناة سنغافورة وماليزيا وطريق رأس الرجاء الصالح وقناة بنما. أسهلهم على الإطلاق وأكثرهم مركزية هي قناة السويس لأنها بتربط الثلاث قارات ببعض. طبعا المنافس الأكبر يمكن قناة بنما، لكن الحقيقة بيعيبها أنه ما حولهاش مناجم كتير للفحم تسهل مرور السفن إذا احتاجت تمويل إلى آخره. ده بالنسبة لبعض المساوئ بالنسبة لقناة بنما. طبعا هي أقصر لكن عليها أقفال، ما هياش الانسيابية اللي موجودة في قناة السويس. قناة السويس طبعا قبل التأميم كان الاقتصاد المصري بيعتمد على التجارة الخارجية بشكل أساسي، اللي هو المزرعة التي تغذي أوروبا. صحيح. وبالتالي 80,000 جندي اللي كانوا موجودين من 1882 لاعتلاء الإنجليزي على مصر كان الهدف الأساسي منه هو تيسير هذا الاستغلال لكافة الموارد. يمكن كان القطن لوحده بيساهم ب 85% من حركة التجارة اللي هي بتعتبر نص الاقتصاد المصري. فالنهاردة بقى عندنا بعد ثالث اللي هو قناة السويس بالنسبة للإيراد. مضينا لفترة طويلة ان احنا نعتمد على التعريفة الجمركية، لكن الفكرة كلها انه النهاردة العالم يحتاج الى روابط والبنية التحتية، العمالة، يعني رأس المال، يعني هو ده اساس دكتور عماد البناء الاقتصادي. يعني دكتور عماد، انت ما تقدرش دلوقتي تلخص قناة السويس في انها تعريفة جمركية؟ لا، ما هو ده بقى الجزء الثاني. قناة مين اللي بينافسنا في المنطقة؟ اللي بينافسنا منطقة جبل علي في الامارات. السنة اللي فاتت الدخل جبل علي حوالي 7.3 مليار دولار، يعني ده حوالي 2 مليار دولار او مليار ونص اكتر من قناه السويس بالنسبه للتعريفه الجمركيه، لكن هم عندهم مركز لوجستي، صناعات ثقيله، سفن، خرده الى اخره. طيب لما نيجي نبص على عمل ده في محور قناه السويس ابتداء من الافتتاح، ويمكن الانفاق بالفعل بدات، هيبقى عندنا 6 انفاق، منهم 2 يحملون قطارات. هنا بربط قناه سيناء بالبوابه الشرقيه اللي هي شرق الدلتا، زي ما قال سياده اللواء ان هيبقى عندي تجمعات عمرانيه، حركه كبيره للتجاره العالميه ومناطق مختلفه للتصنيع وللزراعه وللتجاره. يبقى اذا قناة السويس ليست ممر بناخد منه تذكرة مرور. هنا بينتقل الفكر، وهنا بنقول انه في رؤية جديدة ان يكون مركز لوجستي. ده بيضم 42 مشروع في المجمل، منهم 6 انفاق، مناطق صناعية، وادي التكنولوجيا، بالاضافة الى صناعات ثقيلة تضم صناعات السفن والخردة الى اخره. وهنا ده بيوفر بالنسبة للتجارة العالمية امر مهم جدا، وهي تكلفة النقل. فهنا لما اجي اصنع مثلا المانيا، اجي اقول له تعالى صنع لي، اصنع لك العربيات عندي، وهنا بالتالي بيكون حركه النقل والتوزيع بالنسبه للقارات الاخرى بالنسبه له مفيد. دكتور عماد، انا قبل ما انتقل برضو لثوره 23 يوليو والحديث عنها مع سياده اللواء، انا عايز اسال حضرتك، كانت قناه السويس من احد الاسباب ان احنا ننتقل استراتيجيا واقتصاديا لمركز اكبر، لكن ايضا كرد فعل لان اسرائيل كانت عايزه تعمل قطار موازي للقناه عشان تقضي على القناه. طب رد الفعل بتاع اسرائيل دلوقتي ايه، واحنا خلاص فاضل اقل من اسبوعين على افتتاح القناه، وان في حدث كبير خيب املها يعني خلينا لحد كبير. نتفق على انه التجمع الصهيوني مجتمع منظم، ومش عيب ان احنا نقول مجتمع منظم، لان احنا نتعلم منه الحاجه الكويسه والغلط نسيبه. المجتمع ده منظم يعني ايه؟ يعني لما تيجي حضرتك تبصي على بروتوكولات حكام صهيون او التنظيم العالمي لتقسيم منطقه الشرق الاوسط واسقاط مصر، دي مخططات من 1800 وقبلها. الفكره هنا الناس دي بتشتغل على محاور طويله المدى وعنده بدل البديل 10، وحدد لحضرتك بعض الامثال. اولا المخطط العالمي لتقسيم الشرق الاوسط واسقاط مصر بدا تدشينه رسميا سنه 1981. هنا بقول لحضرتك انه اغتيال الرئيس السادات ما كانش صدفه، وتولي الرئيس مبارك ما كانش صدفه.
سنة 1983 تم التصويت على المخطط العالمي لتقسيم الشرق الأوسط رسميا في الكونجرس الأمريكي سنة 1983 في جلسة سرية. ده معناه إنه الناس دي بتتحرك. طب النهاردة ده له محاور، بدأ يلعب على 6 محاور أساسية أنا هقولهم في ثواني بسيطة. أولا إضعاف النواحي الثقافية، هنا الانحراف الثقافي ومنه الانحراف الديني ده جزء منه، الصحة، التعليم، الجهاز الإداري، الأمن الغذائي. بعد ما كنا دولة مكتفية غذائيا النهاردة بنستورد 56% من الغذاء. آخر حلقة في الحلقات اللي بيلعب عليها المخطط العالمي لإسقاط مصر هو الجيش من خلال 3 استراتيجيات. أولا ضرب الجيش في العلاقة بين الجيش والمواطن، هنا بيقحم الجيش في السياسة فالجيش يبدأ يصطدم. وبقول لحضرتك انه انسحاب الشرطة في 25 يناير ما كانش صدفة، دي كلها مرتبات عشان يقتحم الجيش الشارع وبالتالي يبقى فيه صدام. الجزئية الثانية انه الجيش يتولى عمليات تأمين الشوارع، وهنا الجيش بقى له دور مش بتاعه. الجزئية الثالثة وهو خلق نزاعات إقليمية عشان أبدأ أسحب الجيش لتوريته. الفكرة كلها اللي أنا عايز أقول لحضرتك في النهاية بالأمثلة دي إيه؟ أن إسرائيل صحيح هيزعلوا لكن مش هسكتوا، عندهم بدائل. أولاً أنا في عندي بديلين أو عندهم بديلين بيتكلموا عليهم في هذه المنطقة لمنافسة قناة السويس، هو عنده الطريق القطار. أولاً القطار مشكلته إن أنا هنزل من السفن من خليج العقبة أحمل على القطر وبعدين أرجع أوديه تل أبيب تاني، فعنده ده مشكلة. في عندهم حفريات وخاصة وبحيرات إلى آخره دي بيتعاملوا معاها، فهم عندهم دايماً بدائل. الفكرة كلها إنه أنا أكون قادر على استغلال كافة الموارد المتاحة ليا، وهو ده اللي احنا محتاجين نتعلمه إنه مصر مليئة بالموارد. أنا أعتقد إن هو موضوع قناة السويس الجديدة ده تم إجهاض هذا المشروع، خلاص تم إجهاضه. لا طبعا هم الناس دي متسكتش، لأن طبعا هي دي الفكرة، حالة التفكير دائم حالة التفكير دائم، لأن هو لازم يكون عنده بدائل. هو حضرتك 30 يونيو ما هو أفسد المخطط العالمي، سكت لا سكتش، جاب لك خلق لي نزاع داخلي وخلق لي نزاع خارجي بالظبط وداعش الى اخره. بس يا دكتور بعد اذنك، هو المشروع البديل الاسرائيلي لن ينفذ، لانه لو نفذه هيبقى بيرمي فلوسه في الارض، تكلفه عاليه هو جدا. ممكن ينفذه على مراحل قصيره اللي هو التجاره مع الشام، يعني هو له ابعاد معينه. لكن المشروع الموازي اللي كان بيتوصل البحر الموازي انا بيتهيألي طبعا انتهى، هو ان هيبقى تكلفه عليه، ما حدش هيروح له، هيصرف مليارات محدش هيستخدمها. انا بس عايزه ارجع لكلمه قالها دكتور عماد مهنا، قال ان هو كان في ملفات معينه لاسقاط مصر منها ملف التعليم. تعتقد سياده اللواء ان ثوره 23 يوليو 1952 ساهمت في ان التعليم في مصر يكون بهذا الشكل؟ لا اطلاقا، لا خالص. ده احنا نشوف ده ناس، يعني مش هقول لك مجانيه التعليم واللي بيجي لنا من مجانيه التعليم، تاريخنا محرف. طب اسمح لي، بص حضرتك المخطط العالمي بدا سنه 1981. العلماء المصريين الافزاز فاروق الباز وغيره ومجدي يعقوب، الناس دي اتعلمت في مجانيه التعليم. المدارس، امال ايه اللي حصل؟ ما انا اقول لحضرتك، التعليم مصر انحرفت، مش نقول التعليم، مصر انحرفت كلها. ايوه بملفاتها كلها، كله. حضرتك القوات اللي عفوا ثوره 52 ال6 اهداف بتوعها كانوا ماشيين في طريقهم. نتفق معظمنا ان موضوع اقامه حياه ديمقراطيه ما كانش ماشي في المسار الصح، وليه اسبابه. تمام، وليه اسبابه زي ما احنا دلوقتي في ورطه ما فيش نخب سياسيه مقبوله من الشارع بدرجه تكفي الحياه السياسيه. في ناس كويسين بس مش كتير، لا مفيش تاثير، ما عندكش الاحزاب، ما لهاش تاثير قليلا. لا هتلاقي فراده، هتلاقي ناس فراده 4 سنين مفيش. انا مش عايز اذكر اسماء فلان او فلان او فلان، اشخاص عديدين قليلين هم اللي ممكن نقدر نقول الناس تطمئن لهم. الباقي اللي عنده شركه اعلانات ومش عايزين نتكلم عشان دي قصص ثانيه. لكن الثوره لما قامت ثوره 52 كانت الحياه السياسيه فاسده، فاضطرت انها تاخد طريق الواحد. لكن عداله اجتماعيه، كان في عداله اجتماعيه. انا هقول لحضرتك حاجه، معلش مش هنطلع بره الموضوع عشان نشوف الحرص، ان لازم المواطن المصري ياكل. والقصه دي حقيقه والد زميل ليا كان في الاتحاد الاشتراكي والاسعار غليت والناس بدات تضج، كان الحد الادنى للاجور 7.5 جنيه. ف 7.5 جنيه فالناس بدات مش لاقيه يعني. فجمال عبد الناصر امر بتشكيل لجنه لدراسة الحد الأدنى اللي يكفي أسرة، أب وأم وثلاث أبناء. نزلت اللجنة دي
عملوا دراسه ان الواحد يبقى له بيجامه في الصيف وبيجامه في الشتاء اللي هو كستور المبرد بتاع زمان، ويلبس شبشب وياكلوا جبنه ومش اللي هو يعيشه الحد بس يعيش الأدنى. طلع 9 جنيه، طلع 9 جنيه، 9 الشهر اللي بعده اترفع الحد الادنى جور 9 جنيه. كان هناك هم ان لابد ان الكل ياكل، ان الكل يعيش، ان الكل يتعلم كويس. كان زمان اللي يدخل مدرسه خاصه عيب، اللي كان ياخد درس عيب، عيب. لكن دلوقتي كان عيب. كنا بنخاف من المدرس بتاعنا وبنحترم المدرس بتاعنا. انحرف المسار عشان نكون محقين. يعني مش الذنب، لان في ناس كده ما ادي يا سيدي اللي جالنا مجانيه التعليم. لا ان لا اي حد بقى بيدخل مدارس مش لاقيين ياكلوا بيدخلوا المدارس. العظماء العظماء اتعلموا في مجانيه التعليم في مصر، العلماء طلعوا من مجانيه التعليم، لان في ناس الواحد بيشوف قدامه النهارده ناس اطفال نابغين بس مش قادر. والله انا والله انا مره قابلت طفل بيشتغل في محل فراخ صغير، وكان وقت مدارس. انت في سنه كام؟ قال لي انا كنت في سنه ثالثه. كنت قلت له طب ما بتروحش ليه؟ قال لي ابويا مش قادر يدفع لي المصاريف. المصاريف كانت حاجه و30 جنيه او كده يعني. فده كان زمان مش موجود. فواحد نبغى واحد كذا واحد كذا كان نقدر نطلع من دول. لكن هل دلوقتي التعليم مع المصاريف اللي بتتصرف هو تعليم جيد؟ هل النهارده لما يبقى الفصل فيه 70 و80 واحد تعليم جيد؟ هل النهارده المدرس لما ما يبقاش واخد حقه يقدر يعطي؟ هقول لحضرتك حاجه، المجتمع له اعمده 5، اذا صلحت صلح المجتمع: القضاء، القوات المسلحة، الشرطة، رجل العلم، رجل الدين. رجل العلم ده من أول مدرس الحضانة لحد أستاذ الجامعة. ورجل الدين اللي هو سواء الدين المسيحي، لأن هم دول بيدوا القيم وبيدوا الكذا وكل حاجة. الخمسة دول في أي مجتمع إذا صلحوا يصلح المجتمع. للأسف معلش أنا آسف إذا كنت فاضل. محاولة توريط القوات المسلحة مع الشارع، للأسف في بعض الإعلاميين أو الصحفيين أو من يدعوا انهم صحفيين بيقعوا في الورطه دي سواء عن عمد او يعني عن جهل او تعمد. احد الصحفيين في اليوم السابع، انا مش هقول اسمه لانه لا يستحق ان انا اذكر اسمه، كتب مقاله: اخر معارك البيجامه الميري. اخر معارك البيجامه الميري. وبيتكلم عن واحد بيدعي ان هو عقيد اسمه صبري ياسين، وعامل صفحه على الفيسبوك وبيدين الاعلاميين اللي بياخدوا تمويل كذا او كانوا عملاء لكذا او طب تعامل مع هذه الشخصيه بس، انتقد هذه الشخصيه بس ودافع عن موقفك. دمج ما بين المؤسسه لكن والافراد. لكن هو راح غلط في كل ما هو ميري. سواء بقى تطلع شرطه او قوات مسلحه. هذا الجاهل، هذا الجاهل اللي هو النهارده بيغلط في الضباط اللي في المعاش. طب ما هو النهارده الضباط اللي بيدافعوا عنك بدمهم وبيدافعوا عن اهلك وعرضك بكره هيبقى في المعاش. يبقى انت انسان منافق ان انت النهارده بتبوسه او تعمل نفسك ان انت في الخدمة. عشان في الخدمه بعد ما يطلع انسان للاسف انا لن اذكر اسمه، وبتمنى من الاستاذ خالد صلاح يراجعه وهو عارفه لانه لا يستحق ان هو يكون صحفي. انا عايز اضيف لو تسمحي لي في ثواني بسيطه. اللي بيتكلم عليه سياده اللي هو حقيقه من ناحيه الانحراف الثقافي، بمعنى ايه؟ بمعنى حضرتك ماشيه مثلا بالعربيه بتلاقي واحد بتاع توك توك راح واقف في النص، ف بتقف ليه كده في الشارع؟ يقول لك اصل انا بنزل واحده ست كبيره يعني زي والدتك. طيب ما تنزلها على الجنب، هو اصبري، هي الدنيا اتخلقت في 6 ايام، بقيتي حضرتك اللي غلطانه. ده كله انحراف ثقافي. تغيب الازهر او تغييب الازهر ادى الى انحراف الديني من ناحيه المفاهيم الدينيه. هنا برجع للمخطط العالمي، ان هو عشان يوصلني للمرحله انه انا مش قادر افصل ما بين الشخص والمؤسسه. ما في ضباط شرطه بيرتكبوا اعمال غير لائقه، بس ده هذا لا يعني انها سياسه وزاره الداخليه. فالدمج ده جزء من الانحراف الثقافي. يجي حضرتك يقول لك يروح ينام وما يشتغلش، يقول لك ربنا هيسترها. هيسترها ازاي يا سيدي انت ما اشتغلتش؟ قال انت هتكفر بربنا. لا 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 يعني عايز اقول، انا عايز اوصل حضرتك في النهايه ايه؟ ان هم حرفوا مفاهيم دي كلها مخططات. احنا مين احنا, اللي ساهم احنا دخلنا فيها؟ احنا دخلنا حضرتك في حروب الجيل الرابع اللي هي هي دي باور. اساسها كده اللي هي القوة الذكية. انت مثلا تجيب فيلم مسجل عن مثلا عسكري ضرب مثلا مسجونة او متهمة واحدة ست، وبعدين يجيب لك على انه تخيل رجال الشرطة بيتحرشوا بالمقبوض عليه، ويبدأ يوزع الفيديو. هنا لا يعتمد على قوة
صاحب الفيلم بيعتمد على ضعف المشاهد. ضعف المشاهد، ثقافتك انت، ثقافتك ايه؟ عشان كده الحروب الجيل الاول والثاني يا ست اللواء انه كان الاعتماد على المواجهه العسكريه، فكانت بتبقى مكلفه للطرفين وناس بتموت وفي النهايه بتتحل، زي انجلترا النهارده كانت كام دوله في العالم وفي النهايه بتنتهي. لكن حروب الجيل الرابع والخامس النهارده بتعتمد على الاشاعات، عشان كده احنا دايما تلاقي في اشاعه على الفيسبوك تلاقي مثلا عليها 3 مليون مشاهده، في حين انه ممكن عالم بيحط رساله محدش شايفها. هرجع للمخطط ده وهقول لحضرتك بعض التواريخ بعض الناس اللي حصلت، عشان كده قلت لحضرتك انه تدشينه رسميا كان سنه 1981، اغتيال السادات لم يكن صدفه، توليه محمد حسني مبارك لم يكن صدفه، تدخل سوزان مبارك في الثقافه المصريه والخلع وحريه المراه بشكل مقلوب فتح الباب. النهارده انا عندي بتكلم على اكثر من 40% معدلات طلاق كلها مفاهيم مغلوطه. بدا عندي يبقى في صفوه الشريف التحكم في الاعلام وتوجيهه لصالح الدوله. بدا عندي سنه 1900، انا بدي حضرتك بالتواريخ لان دي دراسات مرت على النظام. لصالح النظام ايوه، انا لا اقصد لصالح حد، هي لصالح النظام. لصالح النظام الدوله بيعمل لهدف عنده تارجت بالظبط للدوله. طيب الطبيعي ان تبقى للدوله. النهارده هل من المنطقي ان انا يكون اعلى معدلات اصابه فيروس سي موجوده في مصر؟ ليه؟ لانه بدا عندي السيد يوسف والي اللي طلع نظيف تماما سنه 1984 دخول الدولة. يبقى إذا 81 أنا بوظت ثقافة المرأة وثقافة المجتمع بواسطة سوزان مبارك، 83 صفوة الشريف يتولى الإعلام، 84 يتولى يوسف والي الزراعة ودمار الصحة، 86 يتولى فتح سرور التعليم وهنا بدأ الملف. بتكلم بقى 8 وتيجي حضرتك انه اغتيال الملك فيصل 75 يعني ده بدايتها. يعني انت قصدك ان كان ده سلسلة ده مخطط كامل لهدم الدولة. ضربت الثقافة رقم واحد. نجح. هقول لحضرتك أضعف بالأرقام. أضعف سنة 81 كان معدل الفقر عند حضرتك كام؟ 21% من ال 42 مليون اللي هم عدد السكان شوية. تحت خط الفقر كانوا 8 مليون. النهارده حضرتك تحت خط الفقر كام؟ 42 مليون. يعني أنا دولة أزداد فقر. أمال أنت مبارك كنت بتعمل إيه؟ معدلات الأمية. لا حضرتك قال لك إن في أيام مبارك كان الغني يزداد غناء والفقير يزداد غير الفقر. ماشي، بس أنا بحكم على الدول والطبقة المتوسطة. الجريمة والإرهاب أساسهم الفقر. هي نفس نسبة 41% من المجمل اللي أنت بتزيد. بزيد، ما أنا ده اللي بقول لحضرتك. أنت عارف زيادة سكانية. 21 حاجة و40 يعني كنت 8 مليون. أياميها كنت 40 مليون. 40 مليون يبقوا 8 مليون. 8 مليون 21%، ال 42 مليون من المية. من المية بتوع دلوقتي. يعني انا عندي يعني انا زدت جهل خمس مرات، زدت فقر خمس مرات. الاميه نفس الوضع، 17.5% بتعادل الارقام اللي بقول لحضرتك دي صحيحه. 7% في معدلات الفقر سنه 81، سنه 2014 بتكلم على 40%، احصائيات رسميه. النهارده انا بتكلم حضرتك 15 مليون يقطنون العشوائيات. القانون بيقول مره ونص عرض الشارع. هل للقيادة السياسية لا السيسي ولا اللي قبل منه حكموا الناس الفاسدين؟ طبعا. العشوائيات اتبنت في مصر ازاي؟ ما القانون معاك مرة ونص عرض الشارع. النهاردة لماذا يحاكم الفاسدين من المنتفعين الحزب الوطني؟ لا يحاكم يا فندم، لانه انا النهاردة. طب انت حضرتك بما انك استاذ اقتصاد سياسي، تتوقع ان الخراب اللي تم في 30 سنة تزعمه مبارك وسوزان مبارك وما زالت الحكومة الحاكمة حاليا، انا بس بتكلم حضرتك بدراسات. أول. النهاردة لما يبقى في الحكومة بتاعت حضرتك النهاردة ناس عليها قضيتين وثلاثة، ازاي؟ يعني ازاي في قلب الحكومة بيشتغل؟ في قلب الحكومة يا فندم. قصور الرئاسة اللي خد فيها مبارك ثلاث سنين، مين اللي كان معاه فيها؟ مين اللي كان مدير مكتب محمد ابراهيم سليمان؟ النهارده وزير يا فندم. مين اللي كان مستشار الوزراء التانيين السياحة والإسكان والصحة؟ ما هم دول اللي ماسكين. طب يعني انت ما بنحلش. يعني انت عايز تقول ان احنا في نفس المسار؟ احنا في نفس المسار. الرئيس السيسي لم يتخذ اي اجراء لاصلاح الدوله من ناحيه الجهاز الاداري. انا عندي 6 مليون ونص النهارده في الموازنه الجديده، ارتفع مرتباتهم ل 218 مليار بيعادل 28% من الموازنه العامه. يعني عندي 28% من من فلوس الدوله بتروح مرتبات لناس اصلا ما بتشتغلش. وفي النهايه انا بقول طب من يقال ان هو مشغول بالاصلاح الاقتصادي، ولكن الاصلاح الاقتصادي لا يتم. ما هو اللي بيتعب نفسه الهاري. ما هو اللي بيتعب نفسه. ما حضرتك النهارده مسؤول عن ملفات مختلفه، الجيش والاقتصاد والامن الى اخره. لما اجيب النهارده سياده اللواء فاهم في الامن احطه، محمود فاهم في الاقتصاد احطه، لكن انت اللي تعب نفسك. الرجل الصحيح في المكان الصحيح بالظبط هيساعدوه. طيب انا عايز اقول لحضرتك، ما هو معنى كده ان بيدي مرتبات لناس ما بتشتغلش، ما الاقتصاد هيفضل كده برضه، ما الميزانيه هتفضل. ما هو ده اللي بنقوله. رايحه مرتبات، ده اللي بنقوله.
اذا لم يصلح الرئيس. انا بقى عايزه اطلع من الحته دي، الحته دي تعرف عامله زي بس انا عايز ابرر، انا عايز ابرر الرئيس عبد الناصر في حته بسيطه جدا في جمله واحده، لانه احنا للاسف تاريخنا محرف في كثير من الاحيان. الرئيس عبد الناصر، وده تقرير بنك الدولي مش تقريري انا ولا تقرير حكومه، الرئيس عبد الناصر ترك امبراطوريه صناعيه هي اللي ساندت مصر في حاله 73. صحيح. عارفه حضرتك قدرات بكام؟ 1.4 تريليون دولار سنه 1971. ترك مصر الجنيه ب2 دولار ونص سنه 81، الجنيه كان بدولار و70، سنه 2014 الدولار بقى ب7 جنيه. مبارك هو قائد التنظيم العالمي لاسقاط مصر ويحاكم على هذا الاساس. لا يحاكم عبيد، وعاطف عبيد تعويم الجنيه طبعا ده في المرحله. وتعويم الجنيه كان اقل من جنيه ونص، ب2 دولار ونص، ب2 اصل حضرتك كنت 2 جنيه. طيب انا عايزه بقى معلش احنا 2 دولار ونص. يعني انا معاكم ان في اقتصاد الى حد كبير منهار، ولكن احنا في صدد حدث بعد اقل من اسبوعين بنامل كلنا ان يرفع مصر اقتصاديا بشكل او باخر. لكن عايزه اكلم ست اللواء في عمليه التامين، وان برضو ان احنا ما زلنا بنتكلم زي ما دكتور عماد قال ان في حروب الجيل الرابع اللي هي السمارت باور، ان ممكن يجيب لك على مواقع التواصل الاجتماعي احنا هنعمل حفلات، احنا هنعمل، احنا هنعمل مؤامرات، مش هيتم الاحتفال، هيحصل اغتيالات كده. قبل يعني قبل ظهور مصطلح الجيل الرابع كان هناك في حاجه اسمها حرب الافكار. حرب الافكار مش ان انا اقعد اتناقش معاكي واغلبك بكلام، لا لا خالص، اغير لك المفاهيم، تغيير المفاهيم. وتغيير المفاهيم بياخد وقت طويل شويه، يعني عشان ما نطيلش على المشاهد. بنخلي الحاجه الغلط تبقى فيها جزء غلط وجزء صح، وهكذا تتدرج لحد ما نقبلها انها تبقى صح. بس على فكره حضرتك بتتكلم على عقول فاضيه، ما هو التحريف تم كده، هو ده كان الاساس. عقيده ما انت ثابت على راي. خلي بال حضرتك احنا مش بنتكلم في دين، لا ده بيتكلم في دين وفي اخلاقيات وفي تعاملات وفهلوه. وتيجي تلاقي دوره تدريبيه بتدرب الموظفين ويسالوا سؤال، لو لقيت زميلك عامل مشكله مع الرئيس بتاعك تعمل ايه؟ فبالحميه بتاعتنا يقول له لا اقف مع زميل، يقول له لا انت تهتم بشغلك ومالكش دعوه. سلبية؟ خلق السلبية، خلق السلبية وهكذا. بدأ التغيير المفاهيم من زمان، من فترة كبيرة جدا. اللي معاه قرش يساوي قرش، ما دي مفاهيم. سوري في اللفظ، أيوة صح. العرب جرب، صح. العرب بيقولوا ان هم هيقاتلوا حتى اخر جندي مصري. انا اتحدى لو حد قال لي ان فلان من الزعماء العرب قال الكلمة دي، او انه ما اتقالتش، بس بتتقال، والكلام الحلو احنا بنقعد نردده زي كده في الاعداد بقى على المصطبه. ايوه بالظبط، وكل واحد يروح مزود كلمه وهكذا. فتغيير المفاهيم خلى الناس تميل الى السمسره اللي زادت. النهارده كل الناس او معظم او نسبه من الناس، مش عشان ما نظلمش حضرتك، ده بقى عمل رسمي. ايوه عايز يشتغل، اتفضل نمت السمسره اهي، يشتغل باقل مجهود ياخد اكتر فلوس، ما ينتجش. عشان كده انا في اول الحلقه قلت لحضرتك ايه، رئيس الجمهوريه بيحلم وبيتمنى وعايز ينفذ، بس مش هيقدر لوحده، فلا بد ان احنا نشتغل، ونشتغل مش نستنى ان الوزراء يتغيروا او ما يتغيروش، ده موضوع، ده موضوع بتاعه. لكن الموظف اللي في مكانه لازم يتخيل ان هو بيمثل مصر، والجمله دي انا اتمنى ان الكل يعيها. كل واحد في مكانه لو تخيل ان هو مصر بالنسبه للاخرين الوضع هيختلف. بمعنى ايه؟ عشان اوضح، معلش دقيقه واحده، لما حضرتك تروحي السجل المدني وتلاقي المعامله وحشه، هتطلعي نقمه على مصر، مش نقمه على الاستاذ عبد العزيز اللي قاعد. لا, لا, لا خالص. لا لا. هو لما يروح المستشفى ويلاقي معامله وحشه يطلع ناقم على مصر، يقول لك دي البلد مش عارف ايه بالظبط كده. ولما يجي لك موظف عند حضرتك برضه بيتعامل وحش، ما هي بقت سلسله كلنا بنعامل بعض، كلنا بنظلم بعض. يبقى البدايه ان كلنا، كل واحد فينا يشتغل في مكانه. صحيح مش هنقول من بكره الصبح الناس تشتغل وتراعي ضميرها، ما حدش هيراعي ضميره كده، لان مش هنتغير نتيجه ان الثوره قامت اطلاقا. لا. لكن مطلوب، انا حقيقة بقى نادي بيها باستمرار، لابد من حاجتين عشان الفتره الجايه نعديهم. رقم واحد، انشاء كيان للمتابعه وتقييم الاداء. بمعنى ايه؟ النهارده وزير التربيه والتعليم لما يقول انا هبني 1000 مدرسه، واخر السنه قال انا بنيت 1000 مدرسه، حد هيد وراه؟ لا محدش هيد وراه. ممكن مدارس مبنيه ويقول عليها،
وبالمناسبه حصل احصائيات مغلوطه وبتنزل صح. ولو رئيس الجمهوريه وفي الخطط الرسميه بتاعت الدوله النهارده المساكن اللي بتسلم ملهاش دعوه بالحكومه رئيس الجمهوريه بقى لها 5 سنين رئيس النهارده بيقول لك 50,000 وحده تسلم رئيس الجمهوريه ملوش 100 عين عشان يقدر يراقب الكلام ده لكن هذا الكيان اللي هو المتابعه وتقييم الاداء يقدر يقول ان اللي اتقال في اول السنه اتنفذ في اخر السنه طب بتنفذ في اسباب ومبررات لان ممكن يكون الناس مظلومه يعني انت عايز يبقى كل المشاريع عندنا زي مشروع قناه السويس كده ايوه في متابعه جدول جدول زمني حضرتك بتتحركي باختصار شديد حضرتك بتتحركي على مخطط طويل المدى ويمكن مخطط العبور الثاني احد هذه المخططات بنتكلم من 2011 2060 داخل هذا المخطط انا بتكلم على خطط عشريه يعني على 5 خطط وكل خطه بتؤدي الى الاخرى وكل واحد بيسلم للتاني زي ما امريكا بتتحرك دوله مؤسسات بالظبط فانا حي سياده اللواء لانه اللي اتكلم عليه سياده اللواء من ناحيه الثقافه بيؤكد الدراسه اللي انا كنت بكلم حضرتك عليها دلوقتي ان ضرب الثقافه وتحريف المفاهيم كان الخطوه الاولى لتضليل هذا الشعب والنهارده انا محتاج حاجتين مهمين جدا محتاج اولا القدوه المسؤول اللي يكون قدامي طالما متورط في قضيه فساد ما تطلبش مني انا ان انا ما ارتشيش كلام واضح ما يبقاش عندي الحكومه نصها على قضايا وتيجي للموظف اللي بياخد 400 جنيه وتقول له ما تفتحش الدرج بتكلم اللي فوق الاول صح يبقى اذا هنا القدوه النقطه الثانيه وزاره الثقافه لها دور انا مش عارف وزاره الثقافه بتعمل لا انا هقول لحضرتك بقى استاذ دكتور بعد اذنك ان انا اكلف وزاره الثقافه او الازهر او دي الحاجه الثانيه قلت لحضرتك حاجتين منهم المتابعه وتقييم الاداء والشيء الاخر كيان نسميه كيان لاعاده ترسيخ القيم والاخلاقيات ما هو السيد الرئيس السيسي طلب بان المفروض تجديد الخطاب الديني ما يطلبش يا فندم الرئيس السيسي يؤمر ما عادش في وقت للطلب يؤمر ما هو امرهم بان تجديد الخطاب الديني من الاسف فين بقى المفروض كان على الاقل ما يشتغلش يمشي هذا الكيان مش مطلوب يتحط فيه شيخ الازهر ولا البابا طرادروس ولا وزير الاوقاف ولا وزير التربيه والتعليم لان الناس دي ليها مهام طيب تقوم بيها لكن مطلوب نخب متفرغه لدراسه طبعا معلش معلش يا سياده اللواء النخبه اثبتت فشلها لا لا مش عملت ما عملتش ما عملتش اي جديد خليني بس سياده اللواء النخب الصحيحه اخر 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 حاجه التامين في شمال سيناء عشان حفله افتتاح قناه السويس حضرتك كرجل استراتيجي في هذا المجال والقوات المسلحه تراه ازاي تطمن الناس ازاي كل المواقف اللي بتتحملها القوات المسلحه بتنجح فيها صح دي انا يكفيني هذا الكلام وان شاء الله هيمر الاحتفال يكفي كل ما هو يتحمله القوات المسلحه بتكلل في النهايه بالنجاح لان دي ناس عارفه بتعمل ايه ومخططه فكره مؤسسه القوات المسلحه هي اللي شايله مصر عايزين نقول كده على مدار التاريخ على مدار التاريخ على مدار التاريخ وهقول لحضرتك في التامين بتاع قناه السويس اللي كانوا مسؤولين اتقال لهم خدوا ضباط مهندسين عشان منضبطين مش عشان الشعب المصري مش اطلاقا اي حد فينا بيروح يتعلم في مدرسه كويسه بيكون الناتج كويس القوات المسلحه مدرسه أنا بشكر بص حضرتك انا ضد اعطاء مشاريع البنيه التحتيه والطرق للقوات المسلحه ليه لان في ناس في الجهاز الاداري قاعده بتقبض مظبوط صح كده انا مش ما هو انا كمواطن ما انا عايز اقول لك ان القوات المسلحه بتتحمل اكتر من ما ينفعش انه يزعل انا بقى. انا معلش انا عايز اختم لاني عندي هنختم انا عايز اقول ان في النهايه انا في النهايه بقول ان القوات المسلحه شيء عظيم لكن في النهايه انا مش عايز احمله اكتر من طاقه الجهاز الاداري انا بشكر سياده بعد اذنك لا السيد الرئيس محتاج الحقيقه ان هو ياخد اكشن سريع وجاد ان شاء الله انا بشكر سياده اللواء علاء عز الدين مدير مركز دراسات الاستراتيجيه للقوات المسلحه سابقا مشاهدينا الكرام شكرا لكم ويوم الجمعه القادم ان شاء الله معنا حلقه جديده من العصر شكرا والى اللقاء